بلا طول سيري، الرقم الساخن 71-106-111. لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com. الحياة على هامش الحق بالدراسة والعمل وحلم كرة القدم، والولاد اللي بيكونوا ضحايا تقلبات أهليهم العاطفية. القصة التالية هي قصة شاب بيه لبناني وأمه لبنانية، ولكن حقه بالهوية اللبنانية ضاع بسبب الإهمال، وأيضا بسبب قوانين الأحوال الشخصية بين الدولة والمرجعيات الروحية. بس أنه من 20 سنة لهلا أهلي تأخروا ليطلعوا لي هوية، وأنا لهلا عم بتعذب فيها، لا قادر أشتغل ولا قادر أكمل علمي ولا قادر أعمل شيء، كأنه إنسان مربط ما مش طالع بإيده يعمل شيء. وصلت لبروفي وتركت لأنه ما قدرت أقدم، فت مهني دورة سريعة، تعلمت إلكتروميكانيك. لا في طلع دفتر سيارة، لا في سوق، لا في روح واجي، ولا في اشتغل، ولا في سافر، ولا في اعمل شيء. قلت لك مثل انسان مربط مش قادر مش طالع بايده شيء. حس انسان ما لي عازي عايش هيك على الفاضي. فقدت الامل انا من بعد 20 سنة انه تطلع هويتي دغري برجع بركلش حياتي. اول شيء بعمله بركلش حياتي انه كانه خلقت من اول وجديد، برجع فوت بتعلم بشتغل بظبط حياتي ارجع على قليلي اوصل للهدف بدي اياه. هدفي انه صير لاعب برا فوتبول، اذا ما قدرت صير لاعب برا علي كفي علمي بس لا اقدر اشتغل شغل مرتب. هل هو قصاص عايشه شربل بسبب تحول والده الماروني إلى المذهب الشيعي؟ وهل نوع من التحول من أجل الطلاق أو من أجل زواج تاني؟ هل هو حرية شخصية أم تحايل على القانون؟ للحديث بهالموضوع برحب بالمحامي المتخصص بالأحوال الشخصية البروفيسور إبراهيم طرابلسي. أهلا وسهلا فيك بروفيسور طرابلسي، استاذ محاضر بقوانين العيلة بعدد من كليات الحقوق بلبنان. ايضا برحب بشربل ابي خليل، اهلا وسهلا فيك شربل. شربل اتصل فينا على الرقم الساخن ليخبرنا قصته. شربل بتقول انه صعبة العيشة بالهوية كأنه انت مش موجود. شو اسوأ شيء، شو اصعب تجربة يمكن لها علاقة بالفوتبول وانه ما قدرت تطور موهبتك او هوايتك؟ مش بس فوتبول، بتعيش انه على الفاضي، يعني لا قادر تشتغل، انه شاب كمان انه بدك تعيش تنبسط بحياتك، بدك توصل لهدف مش قادر توصل له، مش قادر تشتغل، مش قادر تكفي علمك، بتحس في ميزه بينك وبين غيرك. نعم، يعني هو اذا بدنا نحكي بالفوتبول لانه حسيت هيدا يعني بالملف تبعك هيدا كان صدمه او وجع كبير، يعني لما الاتحاد اللبناني لكره القدم يطلبك لتسافر لدورات خارج لبنان باسم لبنان وما تقدر لانه ما عندك هويه، هيدا الشيء شو شكل لك؟ يعني انتزعت حياتي بوقتها، كرهت الفوتبول، مش انه كرهت اللعبة، يعني كرهت الوقت اللي مرقت فيه كتير كان صعب. ليه انا بدي اكون هون وغيري قادر يعمل كل شيء؟ شو الفرق بيني وبينه؟ انه ما هن اللي طلبوني مش انا اللي رحت لعندهم يعني. نعم، وهلا بدراستك وقفت على البروفي، كفيت مهنية وكمان ما قدرت تحصل على الشهادة المهنية. ما حصلت على الشهادة. يعني انت كأنه هلا مش موجود. شو بيثبت وجودك؟ شو في شي ورقة بتقول انه انت خلقت؟ ورق عادي، ملفات، ما في شي، يعني حبر على ورق بعتبرهم. طب شو اللي خلى اهلك ما يسجلوا؟ يعني خبرنا شو الخبرية؟ هو القصة بي كان مجوز قبل امي، بس تجوز امي ما سجل زواجه فقلب شيعي. يعني بيك ماروني مجوز قرروا يطلقوا. مزبوط، فاتوا طبعا بمعاملات الطلاق بالكنيسة المارونية، وبهالوقت ما قدر ينطر. شو عمل؟ تجوز امي فما تجوزها. شو قلب شيعي رجع لتجوزها، فبس طلق هيديك اللي قبل امي اجا بده يسجلني، كنت انا خلقان عمري شي سنة. طب بهيدي المرحلة تجوز والدتك زواج شو؟ وين تسجل هالزواج؟ عند الشيعة. نعم، بس بعد ما كان مطلق بالاساس، يعني بعد عند الموارنه ما كان مطلق. ما كان مطلق، فبس طلق اجى ليسجلني ما قدر. بعد قد ايه من ما خلقت؟ بعد شي سنه تقريبا. نعم، اعتبروني غير شرعي.
اعتبروك غير شرعي و كانوا بيطلعوا لي الهوية غير شرعي فما قبلوا أهلي. قالوا لا منخلص المعاملات وبعدين وبهالوقت مرق الوقت وبس مرق الوقت بصير بدها محكمة 100%. صار محاكم كثير وما مش الحال. صار لها 20 سنة واقف. 20 سنة. بروفيسور ترابلسي طبعا مش أول حالة بتسمعها من هالنوع، اطلعت على الملف، شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ مشكلة إنه شربل عم يدفع يمكن سبب غلطة أو إهمال وأهله. إذا بناخذ القضية من أولها، إبدال الطائفة بصورة منفردة هو تحايل على القانون. قانون مش حرية شخصية؟ لا، ما في قصة حريات شخصية. في القرار 60 ال ار الشهير اللي صدر بأيام الانتداب الفرنسي ينص على ما يلي، مادة 23 منه: إذا الزوجان معا أبدلوا طائفتهم يروحوا على الطائفة الأخرى وبيقدروا يفسخوا زواجه. اللي فهمته من عرض الوقائع إنه والده أبدل طائفته منفردا. نعم. هذا الطائفة التي عقدت الزواج تبقى صالحة وأقام علاقة مع زوجي غير زوجته، نتج عن هذا الزواج ولد غير شرعي. ما بحب كتير تعبير زنائي لأنه التغى هالتعبير بفضل نضال بعض النساء اللي بحييهم، منهم المرحومة الأورم غيزل ليندا مطر اللي انشطب ما بقى يحطوا على إخراج الأيد الفردي ولا التذكرة ولد زنائي، هو ولد غير شرعي، ما بدنا نعدد أصنافه كمان. من هالمنطلق عندما حبل به وولد هو ولد غير شرعي، كان مفروض يصحح بيو وضعه، وإثبات النسب بده يتم كان بالمحكمة الجعفرية ومن ثم بالمحكمة المدنية. العقدة هون انه اكيد صار في تخير، بس هو صار في يعني في زواج شرعي بالمحكمه. نعم. الجعفريه. نعم. هذا الزواج مش مسجل بالدوائر النفوس. لا، اذا مش مسجل مشان يعني هيك البي كان بيقدر يسجل زواجه بعد ما يطلع او يخلص من زواجه الاول اللي هو فسخ زواجه امام او بطلان زواجه امام الطائفه المارونيه. هو فيها ممكن تاخذ سنه ممكن تاخذ 10 سنين. الخطا اللي صار لا هو عم بيدفع ثمن الخطا، هو انه بيو ابدل طائفته منفردا. محكمة التمييز اللبنانية من الستينات اعتبرت انه الابدال المنفرد هو تحايل على القانون. طب بركي الزوجة ما بدها تبدل، حساب ما في موضوع طلاق. ما في، هذا الزواج الكاثوليكي بدنا نحترمه ونرضخ للعقيدة المسيحية، ما فينا نغير مشان نعم. هيك طب حساب مش ما عم نحكي عن زواج كاثوليكي. نعم. حساب اثنين شيعة. نعم. مجوزين مرة ورجال، واحد منهم قرر يبدل يعمل يا مسيحي، بده يبدلوا اثنيناتهم. اذا واحد منهم ما له حق؟ ما له حق، ينتج مفاعيل، ولكن تبقى الطائفه التي عقدت الزواج هي الصالحه. ما فينا نعدل هالقرار اللي عمره من سنه ال 36. من هذا المنطلق، نتج عن علاقه بيو كان مزوج مع امراه اخرى، هذا ولد غير شرعي. العقد اليوم تكمن باولا ثبوت النسب، ما بعرف ما اطلعت على مجريات الملف. انت عندك موضوع ثبوت النسب، لانه الدوله اللبنانيه هي الخصم هون. في مكان ما في عقدي. طب احسبه مش شرعي. هلا انت عم بتقول مش شرعي، عم بتقولها والزنا عم بتقولها ثقيله، في ناس حتى بحسوا الغير شرعي ثقيله. هلا اليوم في مطالبه لتغيير هالتعبير طبعا. كله لانه مش حلو. نعم. احسبه مش شرعي، بس امه لبنانيه وبيه لبناني، بحق له بالهويه طبعا، وبهالهويه بحق له انه ما يكون مكتوب عليها اذا شرعي او مش شرعي. مش مفروض يكون مكتوب لانه ولد من اب وام لبنانيه. نعم. في مكان ما عندي اطلاع على الملف انه ما تقدمت الدعوه اللي اسمها ثبوت نسب بالمحكمه الجعفريه ومن ثم بالقضاء المدني. هلا ليش تاخرت هالقد؟ ما عندي فكره، ما لي حق اتدخل بالملف، مش انا الوكيل بهالقضيه. بس في كثير قضايا من هالنوع. أكيد. أكيد. يعني في عدد كبير. أكيد. من الناس. بس انا بقول اذا صدر حكم بثبوت نسبه مهما كان وصفه القانوني له حق يستحصل على التذكره والهويه اللبنانيه. نعم. وهذا ظلم، هذا ظلم انه له 20 سنه. نعم. بيتجول بلبنان بدون ما يكون. نعم. منه مكتوب. انا الملف هلا مش بايدي، بس خليني اتاكد من هالشغله من قليت. قليت نحن عنا انه هو في اثبات نسب، ما عنا مشكله بهذا الموضوع. نعم. في دعوى اثبات نسب بالمحاكم الجعفريه مثبته. نعم. يعني مش مفروض بده يروح بعدين على القضاء المدني. نعم. ما بيكفي حكم
من محكمة شرعية. قضاء المدني هو اللي بيثبت قيده وبيثبت نسبه. نعم. نحن هلا رح ناخذ اتصال من المدير العام للأحوال الشخصية بوزارة الداخلية السيدة سوزان خوري. بس قبل يعني في عنا مرحلتين من الواحد يثبت انه موجود. اول مرة بال يعني المراجع الدينية الشرعية او الروحية. نعم. وتاني مرة عند الدولة. نعم. وهيدا الشيء بيعمل هيدا التوي يعني هلا بيظل كل المطالبة بقوانين مدنية. القانون المدني بلبنان اقوى من القوانين الاحوال الشخصية. القانون اللي بيحكي يعني طالما مجوز بيو. نعم. عند المحكمة الجعفرية. وين المفارقة او الازدواج مش الازدواجية. القانون قيد الاحوال الشخصية صادر سنة 51 اللي هاي كانت غنية بالقوانين. في عنا قانون 2 نيسان 51 اللي حفظ للمراجع المسيحية اختصاصها بقضايا الأحوال الشخصية. عطى للقضاء المدني قيد وثائق الأحوال الشخصية. يعني هو تنظم الوثيقة وثيقة الزواج وثيقة الولادة ومن ثم القضاء المدني المديرية العامة للأحوال الشخصية التي تتولى التسجيل بقصة شربل. بس يستحصل على حكم بنفذه بدائرة التنفيذ ووزارة الداخلية مبدئيا ملزمة بالتسجيل وتسلموا اخراج ايد او هويته. نحن رح ننتهي هلا الى في مكان ما. نعم. انا بقول بالقضاء الوزارة الداخلية ما فيها تعمل شيء من دون القضاء. لا. بهالحال بدها حكم وصار لها 20 سنة واقف في مكان ما. في تأخير يمكن بثبوت نسب وفي تأخير باللجوء إلى القضاء المدني. ما عندي. نعم. كل الوقائع لحتى أعطيك زواب. رح ناخذ اتصال من المدير العام للأحوال الشخصية بوزارة الداخلية السيدة سوزان خوري اللي يعني قدمنا لها الملف وهي على اطلاع فيه وأنا بحييها. نعم. ست سوزان مساء الخير. للمشاهدين يعطيك ألف عافية وشكرا يعني لقبولك دعوتنا واستجابتك ل يعني تجاوبي على سؤالنا بهذا الموضوع. قبل ما نحكي عن موضوع شربل تحديدا عندنا آلاف الاتصالات من المشاهدين اللي عم بيراجعونا عندهم مشاكل إلى علاقة بالهوية أو إلى علاقة ب يعني ب مشاكل إلى علاقة بتسجيل بدوائر النفوس. ومن فترة على الاسمسات كمان توزع إذا حد عنده أي مشكلة يراجع من دون ما ينقال وين يراجع. بقى هيدا الملف بكله هل عم بتفكروا تعالجوه بطريقة أسرع من العادة؟ ليك ملف تسجيل الولادات هو ملف يعني نحن عم نشتغل فيه مع كتير أشخاص لتوعية الناس ولتسقيفهم لدغري يبادروا ليسجلوا أولادهم ويصرحوا عنهم خلال مهلة سنة. لأنه مثل ما بنعرف بالقانون أنه بس بعد مرور سنة من عدم تسجيل الولد بده يراجع المحكمة المدنية. بقى مفروض نبههم أنه خلال هالسنة مفروض يسجلوا الولد وإلا لما يضطروا يرجعوا المحكمة متوقع بسنين. هلأ بالنسبة لقصة شربل خليل من بعد ما طلعت على الملف أنا ومن بعد إذن بروفيسور ترابلسي بيو جوز ماروني ب 88 وطلق ب 98 روبير خلق شربل باردون شربل خلق ب 99 بال 95 شربل خلقان بال 95 كان بيو بعد ما طلق. أوكي. عين الإبدال مذهب بال 94 وما نفذ إبدال المذهب بالسجل إلا لسنة 99 ونحن بنعرف أنه إبدال المذهب لا يسري مفعوله إلا من تاريخ تنفيذه على السجل. وتزوج أمه كمان بال 99 تزوج أمه وسجل الزواج بال 2001 شرب الخلق قبل 5 سنين ونص من زواجه من أمه. من هون نلاقي أنه شربل هو ولد غير شرعي لأهله. نعم. هو ما قدر يسجل الزواج الثاني لانه بعده ما كان مطلق من زواجه المارون الاول. يعني في هالسنوات الضايعه اللي طبعا يعني ما لازم واحد يجيب ولد هو ومش عارف وضعه القانوني شو. بس اما وقت حصل هيدا الشيء حصل هل في يعني اي منفذ قانوني لمعالجه هل نوع من المشاكل وهي كثيره وعديده بالمئات بلبنان؟ هلا مجرد انه شربل مر سنه على ولادته بده حكم. بس كان فيهم الاهل ضمن خلال مهله السنه يعترفوا فيه ويسجلوه سواء البي او الام او اثنين سوا
بس كان بيتسجل مولود غير شرعي خلال مهلة السنة اللي خلق فيها، ما كان في عنده أي مشكلة، وبس يتجوزوا بعدين كانوا فيهم يرجعوا يشرعوا ويسبوا كلمة غير شرعي. كان بينعمل هيدي، يعني الأهل اليوم اللي عندهم هالنوع من المشاكل وخايفين يسجلوا أولادهم غير شرعي، أنت كمسؤولة بتنصحي لا ضروري تسجيله حتى لو غير شرعي؟ طبيعي، المفروض الولد يكون عنده هوية، وفي حال رجعوا تجوزوا الأهل بيرجعوا بيتشرعوا الأولاد، قانونا بيرجعوا بيتشرعوا الأولاد، إذا رجعوا تجوزوا بس كمان ممكن تاخذ سنوات عديدة مش عملية هين. لا مش بالضرورة، بس يمكن طريقة مثل ما أنا شفت بالملف طريقة تقديم الدعوة غلط عند شربل، يعني عم بيسجلوا بطريقة أنه هو مولود شرعي وبطريقة كذا، من هيك فات الدولة فريق كفريق نزاع ضد أهله لشربل وشربل، وأكيد مثل ما أنه طالبين يعني في شوية مغالطات، كان مفروض ينطلب غير هيك، يعني تسجل غير شرعي وبعدين على أساس انه زواج والده شرع ومش دغري ولد شرعي. نعم. اما وقت حصل يعني اما وقت حصل كل هيدا الشيء، اليوم عندك شاب عمره 20 سنه وعم بيقول ما عندي، كانه مش موجود، لا عندي حقوق لا عندي واجبات ما عندي وجود، انا رجل عم بيقول محطم ما عندي شيء، شو في يعمل؟ نحن كاداره استاذ زافان نحن مجرد نسهل، يعني اجت الملف على وزاره الداخليه بنبل هي القضايا واعطينا مطالعة فيها إيجابية، لأنه بنعرف أنه هو ولد خلقان من بي لبناني ومن أم لبنانية، وتركنا الأمر للمحكمة هي تحكم من وراء يعني بعد إجراء التحقيقات اللازمة وعلى ضوء المستندات اللي بيرزوها أصحاب العلاقة، على الأساس هي المحكمة ونطرين حكم المحكمة. شو بتحكم المحكمة؟ مثل ما قال بروفيسور طرابلسي بيجي الملف لعنا ونحن مننفذ، بس نحن ديركت ما فينا نعمل له شيء للشاب. نعم. طب هل انت كمسؤولة بهذا الموضوع اليوم في مثل ما عم نشوف نفضة بكل الوزارات، هل مثلا تنصحي خليه يطلع لبرا خليه يبقى برا، هل مثلا تنصحي انه يصا انه بتعاون بين الداخلية ووزارة العدل ينعمل محكمة خاصة لمعالجة هالنوع من الملفات العالقة صار لها سنوات ليبطوا بمصير مئات اللبنانيين، هل انت بتلاقي هيدا حل ممكن ينحكى فيه؟ ليك هو حل، يعني مفروض يكون يسرعوا بالمحاكمات بوزارة العدل، بس بنفس الوقت مثل في مثل نوع من الجمعيات عم يشتغلوا ليوعوا الناس ويسهلون للأمور، هم جمعيات تتعاطى بكيفية تسجيل مكتومي القيد ويوعوا الناس، عم بيراجعوا وزارة الداخلية وعم بيراجعوا كمان وزارة العدل وعم بيكونوا وسيط لبعض الملفات ليسهلونه للناس، مجتمع يعني جمعيات من المجتمع المدني عم يشتغلوا على هالموضوع ويسهلوا. نعم. بس كمان بحس في شوية متاجرة بهذا الموضوع، يعني في كتير حكي فيه بس فعليا ما حدا عم يشتغل على قانون أو على تسريع أو يعني عم ينقل للعالم قدموا سووا أموركم سووا ورائكم، بس بالمقابل ما عم ينعمل شيء رسميا أو حتى على صعيد جمعيات ضغط على الدولة لتسريع هالنوع من المشاكل، لأنه في قانون، القانون هو اللي بيحكمك بالشغل، يعني إذا شخص ما سجل ولده خلال سنة، لو ولده خلق ضمن زواج طبيعي ضمن إطار الزواج بده يروح يراجع المحكمة، كيف لو إنه شخص صار عمره 20 سنة وبعد ما تسجل، يعني في صار في نزاع تشوف أكيد هيدا لبناني أكيد هيدا جنسيته هيدا المستندات اللازمة بنعمل له فحص دي إن إيه. طب هلأ اليوم ما في نعمل شيء بقصته طالما في قضاء، يعني ما في حتى اليوم إذا هو بده يقول معلش طلعوا لي بطاقة إنه أنا غير شرعي، في طالب بهالهوية طالما مثبت إنه بيه وأمه لبنانية؟ لا بده قضاء. بعد مرور سنة من عدم تصريح عنه بده قضاء، شو ما كان يكون الولد ضروري يعني. نعم. هذا حسب مواد قانون أيد وسائل الأحوال الشخصية، بس طريقة عرض الملف للمحكمة كل ما بيتسهل للمحكمة وبعرض طبيعي وعادي ويستند كل ما بيطلع الحكم أسرع، بس ما في يجي يقول أنا بدي أستجر ودي أنا أستجر دغلي ورد شرعي، يعني في طريقة لتقديم الاستدعاء للمحكمة وتقديم الإثباتات للمحكمة. نعم، شكرا لك أستاذ سوزان خوري، شكرا. محكمة، شو آخر شيء صار معكم على صعيد المحكمة؟ آخر محكمة أجلوها ما رحت. أنت عندك اليوم محامي أو لا؟ بس كانوا ما بيعمل شيء يعني. ودائما بتتأجل؟
في اوراق مثلا او مستندات طالبينها وما عم بتقدموها او عم بتقدموا كل شيء على الوقت؟ هلا اخر محكمه ما بعرف شو طلبوا. انا اللي عرفته من المحامي انه تاجلت، قال لي اعمل لي وكاله. ما كان في غيره يعني للصراحه، عملت له وكاله. حاسس انت هيك يعني قرفان من كل هذا الموضوع؟ يعني حاسس انه حاسس ما في امل؟ ابدا. طيب شو عندك البديل؟ يعني شو البديل اللي ممكن تعمله؟ شو الحلول الثانية؟ عيش هيك، شو بدي اعمل؟ طيب لانه ما عندك هوية، هل بتتعرض لمواقف انه عالم تطلب منك قصص غير شرعية انت تقوم فيها؟ لانه انت يعني قصص ضد القانون، لانه ما عندك هوية اه لا لا، بس انه اخر همي هيك هيك خربانه خربانه مثل ما بقولوا. طيب كيف ببيك سماك شربل؟ يعني عامل شيء كيف لرجع سماك شربل؟ هو بحب اصلا، هو وامي بحبه كثير مار شربل. وعنده اولاد من زواجه الاول؟ ما في اولاد. وانت ما بتعرف مين مرته الاولى؟ ولا مره يعني؟ ولا مره شايفه. طيب فكرة انه انت يعني خلقت قبل زواجهم الشرعي، قبل زواجهم يعني يتسجل زواجهم هو شو كان زواج متعة قبل ما يكون زواج بالمحكمة الجعفرية؟ انت يعني لما ولدت كان زواج متعة ورجعوا سجلوه بالمحكمة الجعفرية وما قدروا يسجلوه بالدولة لأنه كان بيك مزوج. مزبوط. طيب هو لما البي صار شيعي ما يعني زواجه الاول ما بيكون ضمن حقوقه بتعدد الزوجات؟ في توضيح في واقع مهمه. وقت عم نحكي عن زواج المتعه بده يكونوا اثنين من ذات الطائفه. اذا امه البيولوجيه امه لشربل، وانا بقول له ما لازم يقص، بالنتيجه في حل لانه اشكاليه واضحه. تسمح لي هون اقول ماده 15 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصيه بتقول لما الوالد بيعترف بابنه يسجل ولد غير شرعي. صار في تاخير او مثل ما قالت الرئيسه سوزان المدير العام بنحييها، لانه قد ما بتقدر عم تساعد اللي عم يراجعوا بالدوائر. انا كوني بشتغل كمحامي على الارض بعرف قديش عم تجرب تحل مشاكل. اوقات في كثير تعقيدات بالقيود وبنقل القيد والى ما هنالك. اكثر شيء عم نواجه مشاكل اليوم استاذ زافين بقصه التغيير الطائفي، هيدي يمكن بدها ساعات لنشرحها. لازم نعرف انه وقت عم نغير الطائفي بشكل منفرد في محكمه التمييز مش انا، وننحني امام رايها، هذا تحايل على القانون. الاولاد عم يدفعوا الثمن، ولكن ما كان في شيء بيمنع انه بيو يعترف فيه، لانه الماده 15 بتقول انه اذا اعترف يعترف فيه كولد غير شرعي. ايه بيعترف فيه ولد غير شرعي. طب هو ما حط على نفسه وبيسجلوا ما بيح... مش حلو بيسجلوا يعني. على خانه الام البيولوجيه يعني اللي اقام علاقه معه، لانه هو كان متزوج لا يحق له الزواج. اذا كان فتره طلع انه حملت. بس تجاوبك على سؤالك، اذا كانت والدته البيولوجيه لشربل مسيحيه ما فينا نحكي عن زواج المتعه، اثنيناتهم مسيحيين. اقام علاقه خارج مؤسسه الزواج اسمها علاقه زنائيه، كان ثمرتها هالولد. تيصحح وضعه غير يمكن طايفته بس رجع علق بمشكل اخرى لانه زواجه الاول لا يزال قائم. يعني قصه واحد اللي بيغيروا طائفتهم مش حل، هي تعقيد. اذا اثنين غيروا الماده 23 لا، اذا واحد لحاله عم تخلق لنا كثير مشاكل. نعم. عم تخلق لنا مشاكل بالارث. نعم. عم يسجلوا في منهم الزواج الثاني، بس هو مشكلته انه بي وامه ما كان مسجل زواجهم، لو مسجل زواجهم كان تغري قدروا يشرعوه مثل ما قالت الرئيسه سوزان هلا، بس ما قدر يشرعوا لانه كان بعده مرتبط بزواجه الاول. طيب وزواجه المسجل بالمحكمه الجعفريه غير معمول فيه؟ ما يعني ما شيء اسمه زواج متعه اذا اثنين مسيحيه، لانه انا ما اخذت جواب كانه امه البيولوجيه مسيحيه. لا اشياء شكلها مسيحية. مسيحية. ما فيك تحكي عن زواج متعة، هذا وصف قانوني غلط. أنا ما بدي أدخل بتفاصيل. مش بيك عمل شيعي ليتجوزها، عمل شيعي بس ليخلص من أول زواج. مزبوط. ولا يقدر يتجوز أمي كمان. طيب هو مثلا شو بيتسجل؟ شيعي أو مسيحي؟ أنا على وصية الولادة شيعي. بيلحق بيو.
قانون قيد وثائق الأخوة. لو عنده إخوة من الزواج الأول بيصيروا مثل بيون، بيلحقوا بيصفوا بيسجلوا بسجل النفوس، لازم نعرفها هذه. لمن البي عنده أولاد قاصرين بشيل حالة شربل، إذا أبدل طايفته أو مذهبه القاصرين بيلحقوا بيون. رح ياخذ اتصال. مساء الخير. ما بده يقول اسمه، تفضل. مساء الخير. الو، مساء الخير. يا هلا، تفضل. وحياتك، انا عندي مشكله تقريبا مش شبيهه بس نفس المشكله. ابني مولود بالبرازيل. نعم. وبعثوا ورقه عبر السفاره اللبنانيه على الخارجيه بتصور هون بلبنان. ابني هلا عمره 22 سنه، انا لبناني، مرتي لبنانيه، ومش قادر اعمل له هويه لبنانيه لحديت هلا. السبب بيقولوا انه نحن اصلا عندنا جنسيه لبنانيه، وبالحرب انا ما كنا مسجلين. رفعنا دعوه واخذنا قرار محكمه باسترجاع جنسيه، بس لانه كان الوضع بلبنان حرب الى اخره، قام القاضي حكم اعطونا ايد الدرس. بس طلع مرسوم التجنيس، قال خذوا من مرسوم التجنيس، قلنا لهم مع احترامنا للي تجنسوا نحن لا، اصلنا لبنانيه، اعطونا هويتنا اللبنانيه. قال اذا هيك انطروا. بقى اضطرينا ناخذ جنسيه لبنانيه عبر مرسوم التجنيس مثل كل العالم اللي تجنست. وقت رجعنا من البرازيل ابني كان عمره 40 سنه، سوري 40 يوم، وقدمنا طلب تجنيس. شخص بالامن العام، نحن عم نقدم الطلب، صديق لنا يمكن غلطه، قال لي شو عم تسجلوا هلا، بكره بس تاخذ انت الجنسيه بتسجلوا على اسمك. ومن وقتها لهلا 22 سنة عمره ابني. نعم. انتو هلا بمسار قانوني تشكيتوا قدمتوا؟ سيد زفان، اذا بقول لك كم محامي صرت سائل. نعم. وكم محامي صار مستلم الملف، ورح اقولها يمكن عم يتاجروا فينا ما بعرف، بس انا عندي سؤال كتير بسيط جدا. يا هل ترى يجوز شاب عمره 22 سنة يا ابني تخرج هلا مهندس كيميائي مش قادر يتسجل بنقابة المهندسين، انا هلا مضطر سفره على المانيا يعمل تخصص ماستر سنتين، وعمل له خليك هونيك خلص. نعم. يعني هو عنده الجنسية البرازيلية. صحيح عنده الجنسية البرازيلية. نعم. بس هل يجوز امه لبنانية وبيو امه، انا رح افترض انا اخذت بمرسوم تجنيس، امه اصلا لبناني. نعم. لبنانية. شكرا لك، رح ياخذ. شكرا لك. باخذ اتصال ثاني. دنيا، مساء الخير، تفضلي. الو، مساء الخير. يا هلا، تفضلي. انا ابني عمره سنتين ونص هلا، بعد لهلا ما انسجلته. شو السبب؟ السبب هو انه ابني من مزبوط. طيب ليك، نعم، دنيا سكري لي التلفزيون من حدك لنقدر نحكي، لتقدري تسمعيني بطريقه احسن. رجع قولي لي من الاول، شو الموضوع؟ ابني هلا بحزيران بيطبق 3 سنين بفوت بالاربعه. نعم. مش مسجل؟ لا. شو السبب؟ طلعنا قبل ما يصير عمره سنه، طلعنا على مزبوط. نعم. شو السبب؟ ليه ما سجلتوه من لما خلق؟ ما عم بسمع. ليه ما سجلتيه لما خلق؟ لما خلق كل ما نطلع مزبوط نسوي له الورقه يقولوا لنا في مشكله بالورقه، طلعنا 3 مرات وراحت القصه لهلا بعد ما سجلته لابني. قالوا لي روحي على المحكمه عندكم ببيروت. رحت على المحكمه بدي ادفع غرامه ب 300-400 ألف. نعم. بس انت وزوجك مجوزين زواج؟ مجوزين شرعي. ايه، ومعي. نعم. ورقه وثيقه من المستشفى. وعندكم غير اولاد؟ عندي بنت. مسجله؟ مسجله. طيب دنيا خليكي معنا لناخذ رقمك هلا ونلاحق الملف، يعني نشوف شو المشكله قبل ما ياخذ اتصال ثاني. دكتور طرابلسي، اكيد في يعني مارق على راسك مئات والاف القضايا من هذا النوع، بس انت يعني قبل ما اسالك عن بشكل عام شو اقتراحاتك لايجاد حل جذري او اليه يعني مطاطه وقانونيه لمعالجه هالنوع من القضايا بموضوع شربل، شو الحل اليوم امام شربل؟ في
اليومين عم بردد جملة هي تقيلة منقولة عن القانون الفرنسي، انه القانون ما بيحمي المغفلين. انا هون بدي اتوجه للمواطن اللبناني، لانه في عنا قانون، كل شخص ولادة زواج وفاة، المادة 22 واضحة بتقول شهر، عم بيتساهلوا لحد السنة واكتر حتى، لانه في وثائق بتجي برا مأخرة. بعدين اي ولد بيخلق بعد مرور سنة على ولادته بصير بدك دعوة اثبات ولادة، دعوة اثبات زواج. بدنا نعرف انه في قانون مدني هون بينظم قيد وثائق الاحوال الشخصية، اخراج ايدك بده يظهر حالتك الشخصية المضبوطة. في اهمال عم يكون من الاباء من الازواج. ثلاثة، في تأخير ما في شك بالبت بالدعاوي، بصراحة مفروض يتسرع المحاكمات فيها، وهون لازم نلفت الانتباه. هل تقترح مثلا ان عمل محكمة خاصة لبث الموضوع؟ ما في بالقضاء المنفرد المدني قاضي الاحوال الشخصية مختص بهالموضوع. قضايا جنسية بدها محكمة ابتدائية، قضايا جنسية اليوم صعبة جدا، يمكن معطيت الجنسية لكتير اشخاص بمراسيم، ولكن بس بهالحالة ما يعني عم نحكي عن بي وام لبنانية. بس حتى اوضح لك نقطة، انه بحالة شربل وغيره الدولة اللبنانية هي المستدعى بوجة، يعني هيئة القضايا بواسطة محامي الدولة هني بيقدموا لوائح وبيقعدوا يعترضوا. يمكن تأخرت قضيته لأنه في بداية وفي استئناف وفي تمييز، حتى الدولة بيكون عندها موقف. بعدين أوقات كتير بيصير في تحقيق، بس الدولة ليه بده يكون عندها موقف؟ لأنه بحسب القانون، يعني شو الجريمة اللي الدولة هي الخصم، هي المستدعى بوجه، لأنه الدولة بدها تسجل. بس هون كأنه الدولة عم بتكون ضد أي حدا قرر يغير دينه. مش ضد، إذا معه حق بتسجله، وعم بيصير في تحقيق والتحقيق بيتأخر أوقات. يعني هل هو قصاص اليوم شربل عايش قصاص؟ طبعاً. لا قصاص. ما في أنا بقول في عقدي في مكانين، أنا ما إلي حق كقانون أداب المهنة اطلع على ملفه ولا أعطي رأي، عم بحكي شو بيقول القانون. نعم. شو بتقول خبرتي. رح ياخذ اتصال من مصطفى الشعار. صار في تأخير يمكن بسبب المحكمة أو بسبب أهله تأخروا لحتى يتقدموا بهالطلب. نعم. بياخذ اتصال من مصطفى الشعار رئيس حملة جنسيتي. مساء الخير. مساء الخير زفان، يسعد مساك ومسا ضيوفك. تفضل. نحن حملة جنسيتي كرامتي، بتعرف ما بعرف إذا بتعرف، نحن نشتغل على موضوع مكتومي القيد، ومنطالب بمنح الجنسية اللبنانية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبي، وعنا اعتصام هيدا الأحد على المتحف الساعة 11. هلأ أنا اللي لفتني شغلي، أول شغلي هذا القانون كلياته مش مزبوط، يعني نحن عم نحكي بقانون 1920 عم يحكي عنه الأستاذ، وضعه كان محتل هون ومنه متطور بالمرة، وأنا بقدر بسأله عن المادة 4 من قانون الجنسية اللي بتمنح الحق للأجنبية المتزوجة من أجنبي إذا اقترنت بلبناني. لا نحن عم نحكي بموضوع تماما مختلف. شكرا لك مصطفى الشعار. لا هي مش تماما مختلف. شكرا لك. نعم، خارج الموضوع. هذا الموضوع مش واحد ما حس غير موضوع. وانا شو بقى اقول له لشربل؟ انا بقول له اولا ما يقاس، مفروض انه تتابع. اذا بدنا نعمل توصيه تتابع ده، اذا بدنا نعمل توصيه، وتوصيه يعني انت عم تقولها بكل خبرتك، شو بينعمل توصيه لوزاره الداخليه اليوم والعدل لا معالجة هالمشكلة؟ يعني مثل ما أنا برأيي، مثل ما للعمال في محكمة، مثل ما للأجارات لازم. نعم. يكون في محكمة، لازم لها الشباب ينعمل شهر سنة استثنائية في حل القضايا. تعبير بنستعمله نحن المحامين اسمه تقصير مهل، طبعا لازم نبت فيها بسرعة. اثنين، تكرارا طالما ما عنا كل الوقائع نعرف ليش التأخير، ما فينا نحط للحق. بمعزل عن موضوع الشرع هلا، بمعزل يعني بكل القضايا المماثلة، بس مفروض انا برايي قصته الى مخرج. مشان هيك انا بنصح شربل انه ما ييأس، يراجع شو المخرج، وبعدين وزارة الداخلية بس يروح لحكم بتنفذه بحذافيره. شو المخرج؟ المخرج الاسراع في المحاكمة، بس ما مش لازم ييأس انه له حق حسب القانون حتى لو كان غير شرعي انه يستحصل على الهوية اللبنانية. بعدين هو بس بمحكمة، مولود على أرض لبنانية من والدين. نعم. بس صار في خطأ بمحكمة. هي المشكلة البطء بالمحاكم، في بطء بالمحاكم بهالموضوع. بروفيسور طرابلس شكرا لك، شربل شكرا لك، استراحة ونرجع بعد الفاصل.
المخرج كتب البداية والجمهور اختار النهاية. هذا هو أول فيلم تفاعلي في لبنان. ما كنت بتوقع هالشي منك أنت بالذات. للمشاركة في بلا طول سيري زافين أونلاين دوت كوم.